بنت الكوميسير ديالنا، العبارة التي أغضبت المغاربة. خلفت عبارة بنت الكوميسير ديالنا، والتي جاءت في فيديو مسجل لرجل سلطة يترأس دورية لفرض حظر التنقل الليلي بمناسبة شهر رمضان، الصدمة والغضب لدى فئة واسعة من المغاربة. وحسب شريط فيديو تم تداوله بشكل واسع بمواقع الفيسبوك، فقد أوقفت عناصر الأمن السيارة بأحد السدود الأمنية للتأكد من سبب خروجها ليلاً ومن توفرها على رخصة استثنائية للتجول الليلي، قبل أن يتعرف على هويتها ويخاطبها بالقول انتي بنت الكوميسير ديالنا، ساكنة غيهنا غير دوزي. وسمح المسؤول الأمني المذكور للمعنية بالأمر بالمرور دون تسجيل مخالفة خرق التجول الليلي في حقها، ما أثار سخط واستياء عدد كبير من النشطاء. وفي هذا الصدد قال أحد المعلقين: بنت الكوميسير تصول وتجول بحرية في الليل، ولاد الشعب يتقيد لهم بروسي 300 درهم. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من بي ان ماروك.